الله أكبر الله أكبر. سحب خنازير دياك على أسوار مدينة مرة. فجرت الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قتل داعش على أسوار مدينة مرة. الله أكبر. الله اكبر. هاي غنائم داعش. هاي هاي هي بعد النار. هاي يا غنائم داعش. قبائل عبت اراضي. قبائل عبت اراضي هن يردوا الدار لنهزم. الله اكبر. اربع واجهة مفخخة من طرف جهة حربل. كنا احنا مرابطين على طريق حربل. وكان معنا هاد البيكاب. ضلينا نرمي على المفخخة لبعد تقريبا شي 50 متر. لوقت انفجرت المفخخة. وصوب الشاب اللي كان عم يرمي على البيكاب. الحمد لله رب العالمين صوبات خفيفة والحمد لله طلعوا سالمين. تم بعون الله صد الهجوم للدواعش على مدينة مارع. وبعد استهداف مارع بثلاث مفخخات وحاولوا الاقتحام من كل المحاور واستهداف المدينة بكافة أنواع القذائف المدفعية وصواريخ الجراد. والحمد لله قتلاهم عبت الأراضي في مدينة مارع ولم يتمكنوا من دخول الخطوط الأولى للمدينة. الحمد لله. الآن بلدة كفر حمراء في ريف حلب الشمالي. الطيران الحربي الروسي المجرم يستهدف بلدة كفر حمراء بالصواريخ الفراغية. الله أكبر. اللهم سلم أهلنا يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. الله أكبر. كما نرى الطيران الحربي الروسي المجرم يستهدف بلدة كفر حمراء في ريف حلب الشمالي بالصواريخ الفراغية. ولازال الطيران في الأجواء. اللهم سلم. اللهم عليك بهؤلاء المجرمين. شبكة أهل الشام الإخبارية ريف حلب الشمالي. حسبنا الله ونعم الوكيل. تقوم قواتنا الباسلة المجاهدين بالاقتحام على قرية برنة وبإذن الله الله سبحانه وتعالى التحرير. نتمنى من الله سبحانه وتعالى النصر. الله أكبر والعزة لله. بسم الله الرحمن الرحيم. جيش النصر الفرقة الأولى فوج مدفعي يقوم باستهداف تلة زيتون في خان طومان. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. طيران حربة على الحوض. الله أكبر. يا دبوا يا مهد يا دي. عشرين أربعة 2016 الحولي. إصابة أحد الأشخاص بحصن الطيران الحربي على منطقة الحولي. حسبنا الله ونعم الوكيل.
استهداف مدينة قذائف الهاوين. حسبي الله ونعم الوكيل. مدينة تلبيسي. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. طيران مروح يستهدف قرية ترمال برميلية متفجرين. الله أكبر. 20/4/2016 حمص حي الوعر. عربات شركة تقوم باستهداف منازل المدنيين. عشرين أربعة 2016 حمص حي الوعر. عربات الشركة تستهدف منازل المدنيين. الله أكبر. غارات جوية جدية على مناطق المرج في الوطن الشرقية. حسبنا الله ونعم الوكيل. غارات جوية على المرج 20/4/2016. الله أكبر. غارات جوية على بلدة بالة في الغوطة الشرقية. الثالث مرة. الله أكبر. غارات جوية على بلدة بالة في الغوطة الشرقية. الغار الرابع على التوالي. أبطال فجر الإسلام يقوم باستهداف الدواعش. الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. أبطال فرقة فجر الإسلام تقوم باستهداف الدواعش. الله أكبر. بمدفع بجنان. الله أكبر. وما رمت إذا رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. ماشي ماشي. فرقة فجر الإسلام يخوضون اشتباكات عنيفة جدا مع الدواعش الكلاب الخنازير. الله أكبر. الله أكبر. أبطال فلسطين استباكات عنيفة جدا. الله أكبر. الله أكبر. أبطال فلسطين استباكات عنيفة على كتف السد سحم الجولان. الله أكبر. تم تحريره من الدواعش. الله أكبر. الله أكبر. ها هي أبطال فرقة فلسطين تقوم بتحرير سد سحم الجولان. الله أكبر والعزة لله.